احنا في هذا بالضبط في هذه المنطقه ديالنا حنايا احنا بغينا نغيروا الوضعيه ديالنا، بغينا نصوتوا على الشباب اللي يقدر يكون فيهم الخير، لان هاد الناس اللي دوزوا خمس سنين وسنين وسنين 30 سنه مثلا في الانتخابات وما داروا حتى شي حاجه، ما شفنا منهم والو، شي وعود كاذبه، شي حاجه اللي ما عدم الثقه في المنتخبون اللي دازوا اللي قدام. اما حنا بغينا نصوتوا على ناس جداد وناس فيهم ثقه وناس قاريين وناس. لا ما عندي كاع البطاقه انا. علاش الناس عزفات باش ما تصوتش؟ حيت كاع هذيك الوعود ما تحققاتش، الوعود كامله ما تحققاتش لينا. حنا دابا في 2021 ومازال حنا في المنطقه اللي ساكنين فيها ما دخلش لينا الماء، ما دخلش لينا، مازال تنسقيو البرامل. وعدونا في التسعينات، وعدونا في الالفين، وباقي الماء لحد الساعه ما دخلش لينا الماء. عدم الثقه في الاحزاب، جات من جات من ديك الوعود اللي ما تحققاتش. ما بقات ثقه في حتى شي واحد الله يهديك. واش كتصوت ولا ما كتصوتش؟ كنصوت. خو اللي بغى يخدم يخدم، اللي ما بغاش شغلو هذاك اش غنديرو حنا؟ حنا مواطن. قالنا حطو نحطو. كيكذبوا ولا كذبوا على راسهم، كيكذبوا علينا هنا. شوف هما. بقات تقريدا. ايه وشنو؟ كون يتبرمونا على الجمعة حنا تنشاهدوا عليهم. اي ما تيقضيو حتى حاجة والو ما كان. تنجحوا صافي ما عمرك تشوفوا حتى مرة أخرى ثاني. الكذوب راه كاين في كل واحد. كلشي تاكد ماشي على حساب.